راجعين معاكم مشاهدينا، ورحب فيكم مره ثانيه في ليالي الكويت. واليوم معانا شباب 228. هلا ومرحبا فيك الطالب اللي جاينا من امريكا، حامد تفني، زاير الكويت لفتره قصيره، صدناه في ليالي الكويت. نعم. من امريكا نوجه تحيه طبعا لعلي الفضاله وباقي الشباب، شباب 228 اللي الكل يتابعكم بسناب شات، يعني من جميع الاعمار يتابعونكم. حي الله. زيارتك للكويت قصيره لمده اسبوعين، نقدر نعرف السبب؟ الله يحييك، مساكم الله بالخير يا جماعه. واحنا جاي الكويت ان شاء الله اسبوعين، طال عمركم، بسبب عندي مشروع ان شاء الله ناوي افتتحه قريب ان شاء الله، يا برمضان يا اخر رمضان او بالعيد. والشغله الثانيه يا الكويت، لان اول مطلب حياتي ارمض برا الكويت. وان شاء الله المطلب ارمض بامريكا. وياي امثل وياي اغراض واروح امريكا. تمثلون كل الطلبه يمثلون، وهذا النقصه تسلم، مشكور عليها من مشروعكم الجديد. الله يوفقكم ان شاء الله، اكيد كل شباب الكويت بدراستكم بمشاريعكم، ما شاء الله عليكم نشطين في السناب شات. اللي قاعد تسوونه بالسناب شات، هل هو قصه سيناريو او شيء على سجيتكم؟ الناس حبتكم على سجيتكم. انت مثل ما تشوف فين علي، تبين الصراحه تكون قاعدين فجاه يدخل علينا بالكاميرا، يعني بعض المرات نتوتر حتى كلام ما نعرف نقول. يدخل عليك فجاه ويسالك سؤال ويوهقك، والمشكله انه شنو ما يمسح، ينزل على طول. نقول له امسح، خلينا نرتب كلام، شيء ماكو فايده. عشان كذي الناس حبت عفويتكم وسجيتكم ووجودكم. يمكن كنتوا الناس من خلالكم قاعد طالع يوميات طلبتنا، يمكن الناس ما تدري ايش قاعد يصير وشو المشاكل او الصعوبات اللي تواجهكم كطلبه كويتيين متربين. ودي اسالك بعد سؤال. انت ما يمر عليك عدو بامريكا، شنو تسوون؟ يعني شو اللي قاعد تسوونه؟ والله نروح نداوم طبعا كل يوم الصبح. روتينكم اليومي يعني؟ روتين طبعا دوام، وبعد الدوام نقعد بالجامعه بالمكتبه، طبعا عندنا هوم وركات، عندنا اشغال وكذي نخلصها ومن هالكلام، وبعدها عاد اذا في فتله معينه نروح نشرب لنا قهوه او طباخ. يعني كل اللي قاعد نشوفه بسناب شات هذا شنو؟ حياتكم لايف. هذه لايف حياتكم. انت قلت لي قبل شويه قبل الهواء، قلت لي ما كنت تدري ان عندكم هالشهره وهالقبول من صحيح الناس. صحيح. يعني اكتشفت هالشيء متى؟ لما سافرت دبي. عدل، قولي القصه. اقول لك القصه. رحت دبي شهر واحد، انزين عندنا كان في حفله هناك مسوينها. انزين شلون رحت دبي فجأة وما حد درى عنه، ما حد يدري عني ان انا بالاساس ان انا رايح دبي. صار قاعد اتمشى بالمجمع، ما وعيت ولا الناس وراي. قلت السالفه كل هذول يلحقون علي؟ انزين يعني معقوله كل هذول يعرفونه؟ والله سووا لي طابور. انزين وقاعد يصورون معنا. كان نحاس تبي الصراحه، ما قدرت، توترت. انحشت من الشهره ولا انحشت من المعجبين؟ انحشت من المعجبين تبي الصراحه، لان توترت اول مره. علي نوجه لك تحيه من ليالي الكويت وانت بامريكا، لكن نبي وعد منكم ان شاء الله. لي الله وفقكم دراستكم، طبعا انت تدرس هندسه مدنيه، صار لك 4 سنين، ايش كثر باقي لك؟ ان شاء الله باقي لي سنه الى سنه ونص. الله يوفقك ان شاء الله وترجع، واكيد انتم رافعين راس الكويت ورافعين اسم الكويت، قاعد تدرسون برا وقاعد تجيبون هالشهادات اللي اكيد الكويت راح تستفيد من خبراتكم. عدل. ان شاء الله ومن دراستكم. نبي وعد منكم ان تكونون في ليالي الكويت باذن الله. ان شاء الله لله وفقكم دراستكم ورديتوا ورفعتوا اسمكم باذن الله. ان شاء الله يعطيكم العافيه. الله يعطيك العافيه. الف شكر لك. نبي كلمه اخيره توجهها حق طلبه المغتربين بشكل عام او اللي قاعد يدرسون بامريكا الحين. اوجه لكم دير بالكم وشدوا حيلكم بالدراسه، ترى يعني هذه فتره معينه وتردون الكويت وتصرفون اسم الكويت برا الكويت، ويعطيكم الف عافيه. شكرا على وجودك معنا ومشكور على النقصه الحلوه من تشوكو بوكو. انا ضقتها صراحه حلو. عليك العافيه. مشكورين والله. الله يعطيكم العافيه ومن هلا الاعلى يا رب. جزاك الله خير. ومكملين معاكم مشاهدينا هاللقاء الجميل بعد الفاصل، فقره عبد الله اليحيى مع عبد الله، تابعونا.